بالنسبه لنا 7 7 2 عد المعركه 09 09 مره اخرى 6 8 إذن إخواني حصري على قناة أشواق تي في، هذه هي سيارة الإسعاف اللي غادي تنقل الطفل ريان. إخواني هذه الأجواء إذن من يعني سيارة إسعاف كتوفر على جميع المعدات من أجل نقل الطفل ريان بعد قليل إلى مكان المروحية. كنشوفوا أن يعني قد سيارة الإسعاف قد توفر على طبيبة وممرضتين بالإضافة إلى الطبيب الذي يتواجد بالبئر. إذن متابعينا الأشواق تي في، نترككم مع هذه الأجواء. آمين يا رب. ألو. آمين يا رب. الحمد لله. صراحة هناك مواطن الآن يقوم بالدعاء لأطفال ريان، لأننا في اللحظات سيتم إخراج الطفل. آمين. لا تردنا يا رب.
آمين. لنا حولك فاستجب لنا يا ربنا. آمين. يا من قال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا من قال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا من قال ربكم ادعوكم أستجب لكم. آمين. يا حي يا قيوم، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. آمين. ويا نعم المولى ويا نعم النصير. آمين. اللهم يا ربنا ترشاك، اللهم يا ربنا ترشاك. آمين. اللهم اسق عبادك وبهيمتك. آمين. انشر رحمتك. آمين. في بلدك الميت. آمين. آمين. اللهم يا رب اغفر لنا ذنوبنا. آمين. اللهم يا رب اغفر لنا ذنوبنا. آمين. اللهم يا رب اجعلنا إخوانا. آمين. اللهم يا رب اجعلنا إخوانا. آمين. الضراء والضراء. آمين. الضراء والضراء. آمين. لا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم، يا ملك الملوك، نترجاك يا ربنا، جئنا إليك يا ربنا، دعوناك يا ربنا، استجب دعانا يا ربنا، طلبنا الوحيد. اللهم يا رب اجعل هذا الطفل من الأولياء ومن الأنبياء ومن الصالحين ومن حفظة القرآن، واجعله من الذين سيعلون راية الإسلام. يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض. اللهم يا رب اصلح شبابنا وذرياتنا وأمهاتنا ونسائنا وأزواجنا وبناتنا وذكورنا وإناثنا ولمن لهم الفضل علينا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالإيمان وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات. اللهم يا رب ارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم. اللهم يا رب ارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة القدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا سئت سهلا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم أكرمنا بلقائك. اللهم أكرمنا بلقائك. يا عندك يا
عندك يا اللهم يا رب اللهم يا رب يا مغيث اغثنا امين اغثنا امين اغثنا يا رحيم اغثنا يا رحيم يا نعم المولى امين يا نعم المولى ونعم النصير امين الهنا 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 رجاؤنا الوحيد هو انت رجاؤنا الوحيد هو انت يا رب يا رحمن يا رحمن. والله اخواني يعني كما كتشوفوا يعني لحظات يعني تدمع العين لحظات اللي نقدروا نقولوا عليها انها لحظات جد مؤثرة الكل يعني كيدعي من اجل الطفل هذا يعني نتمنوا الدعوات ديالكم آمين يا رب آمين يا رب.